رجعنا من جديد سبويلر ميكس الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم. كنا نحكيو في البلاتو على الشواء نتاع قيس العقوبي. خلينا نعرفوا باش فسر في قيس العقوبي اهم النقاط اللي اثرت الجدل هنا في البلاتو. نمشيو لمقر الجامعه وين موجود زميلنا وصديقنا احمد الصالح. مرحبا يا احمد. اهلا وسهلا اسلام. انا غادرت منذ قليل مقر الجامعه ونحب نعطي رايي في القائمه نتاعك انت الموجوده معاك تو في البلاتو. تظهر لي قائمه تجمع بين الخبره والطموح. صحيح صحيح. عطينا سي علي الخبره ظهر لي وبروين الخبره كيف كيف ومختار دبوس الطموح. لا لا انا باش نخرج من البلاتو. شي الخبره تمثل مرايه. انا نقدر ونحترمه. هو لاعب كوب دي موند ماركة في الدنيا الأخرى. مش نهار كامل. لا لا احترام جيم. انا لعب 80 ماتش ولا 89 ماتش. مروان الخبره انا الطموح. واحنا شوفوا مرحبا بك احنا نشوفوش في قيمتك. لا خويا احسن انا نرقوش بعدين. هو مختار دبوس قال لك الخبره انا الطموح. يا ابو حميد برشا نقاط اثرت الجدل في الليسته نتاع قيس اليعقوبي. خلينا نفهموا اكثر التفسيرات والتبريرات نتاع قيس. شنو اهم بحكيه اليوم؟ باي اسلام ساعه نبدا لك من حيث الشكل. يعني الندوه الصحفيه قيس اليعقوبي حضرها وحده في غياب مدرب الحراس وكذلك المدرب المساعد عكس فوز البنزرتي. يعني كي منه يعني زاد تكي منه بما انه هو قيس يعني مانيبيلاتور كبير ابو معناتها كوميونيكاتور انسان يعرف يحكي يعرف يجاوب. والدليل انه اليوم سيطره كليه على المجريات الندوه الصحفيه واجاب على الاسئله بكل صراحه وكل تلقائيه وحتى الاسئله اللي ما سالوهاش الصحفيين وكانت موضوع نقاش وموضوع تساؤل في الفيسبوك اش بده اللي استمتع من اللاعبين وحكى عليها. ممتاز. قيس اليعقوبي افتتح الندوه الصحفيه نتاعو اسلام بالقول بانه مستاء قليلا او عبر على تذمره من تسريب بعض الاسماء في القائمه نتاع المنتخب الوطني وقال انه عنصر المفاجاه غاب في اعلان القائمه بما انه عديد الاسامي تسربت من القائمه ولا ندري من سربها. لهنا يلوم على روحه وعلى ستاف تكنيك نتاعو معناه. اي انا حبيت نقول لك شنو قال الصحفيين اللي خدموا خدمتهم وهبطوا الاسامي قبل قيس قبل الليست ما عندوش علاش يلوم عليهم خدموا خدمتهم. اسلام بالنسبه الى الحضور معناتها الصحفي تقريبا حكيت 12 ولا 13 صحفي حضروا اليوم الندوه الصحفيه وهذه تقريبا مش يعني مش على غير العاده. اي مش برك على غير العاده باعتبار انه تقريبا كانه كالشغف بالمنتخب والا بالقائمه ما عادش موجوده قبل كما كان قبل. ندوات صحفيه كانت خاصه اللي تمثل الاعلان على القائمه ما تلقاش بلاصه تستحضر اليوم الحضور ما كانش كبير. بالنسبه للملاعبيه انا نتصوركم معناتها باش تسالوا على غياب بعض الملاعبيه كما فرجاني السيسي ويوسف المساكني. قيس اليعقوبي قال في هذا الصدد انه غياب يوسف المساكني راهو ما عنده حتى علاقه بالامور التبديليه. هو غياب لاسباب تكتيكيه بالاساس واسباب فنيه اعتبارا للزوز مباريات اللي خاضها يوسف المساكني اللي كان فيهم خارج الموضوع حسب راي المدرب واللي قدمه يوسف المساكني في زوز مباريات اللي لعبهم بعيد ياسر عن المطلوب وبعيد ياسر على اللي يستنى فيه المدرب المنتخب الوطني من لاعب مخضرم ولاعب كبير ولاعب صاحب خبره كما يوسف المساكني. ونفس الشيء بالنسبه لفرجاني ساسي المدرب قال اللي يتبقى على يوسف المساكني يتبقى على فرجاني ساسي. فرجاني زاد كان بعيد برشا على مستواه في المباريات اللي لعبها مع المنتخب الوطني. بالنسبه الى اختيار الى غياب العاشوري وعلي يوسف المدرب الياس. قال تواصل معاهم الياس العاشوري وعلي يوسف علي يوسف فيه بالضبط علي يوسف مصابين ولا لا يتصل بهم والملاعبين هذوما عبروا معناتها على اعتزازهم بالعوده للمنتخب واللعب في فريق المنتخب ويحبوا يجيوا مع الاستاج هذا. لكن الزوز ملاعبيه مصابين اصابتهم مش خطيره لكنه المدرب فضل عدم التعويل عليهم رغم اللي فما اللي نصحوه معناتها بانه يلعب العاشوري بالزريق. هذا على حسب قول قيس يعقوبي قال انا فضلت معناتها صحه اللاعب قبل كل شيء رغم اللي كنا مع النجم ونعيطوا له ونلعبوه بالزريق. بالنسبه لاختيار لغياب او ربما الناس كانت تتصور حارس الملعب التونسي علاش ما كانش موجود في القائمه هذه سامي هلال قال قيس يعقوبي انا راني فضلت معز بن شريفيه اللي حتى على مستوى الارقام وعدد المباريات راهو سامي هلال افضل بكثير لاني انا خيرت
انه نعيط المعز بن شريفيه اعتبارا ما فهمتش بلاي لحظه احمد قال سامي هلال افضل بكثير من معز بن شريفيه على مستوى الارقام لا على مستوى الارقام وعلى مستوى خوض المباريات اما لافونتاج نتاع معز بن شريفيه اللي معز ود ليكيب ناسيونال وعنده الفيكيو في ليكيب ناسيونال وعنده خبره كافيه وكذلك عنصر مهم جدا اللي هي ايجابيته ايجابيته لما ايجابيته اهميته في حجرات الملابس قال وعطى دليل قال اللي معز هو اللي كان وراء البروز نتاع منيش عام ونص وهو معاه ويساند فيه ويدعم فيه هذا ما ينجمش يعملها اي حارس معناتها يكون عنده كونكيرون معاه وتعامل معاه بالطريقه هذيك. باهي وكامل احمد شنو اهم النقاط الاخرى اللي حكى فيهم قيس اليعقوبي؟ اهم النقاط قيس اليعقوبي قال انا الليست هذه اللي عملتها راهو حكمت فيها ضميري قال كل شيء ورعيت فيها الاستحقاق الرياضي والاستحقاق نتاع الانتماء للمنتخب الوطني اعتبارا للمردود قبل كل شيء قال انا تعرضت لضغوط هائله ضغوط قال تقريبا تليفوني كل اربع سوايع نشارجيه قال ضغوط ما عندكمش فكره عليهم كل واحد يحب يفرض ملاعبي كل واحد يحب في الليست يكون ملاعبي تابعه موجود بالنسبه لسعد بقير قال سعد بقير انا راني زاد تابعته ونتابع مباراته قال سعد بقير بعيد ياسر على النيفو شيء لازم يلعب به في الكيب ناسيونال ماهوش قاعد يلعب برشا وجمعيته تمر بفتره صعيبه برشا في السعودي فقط لهنا حتى في بلاتو تحكي برشا على غيث الزعيوني استكاس تجبد موضوع في الندوه ولا لا؟ لا لا موضوع غيث الزعلوني ما تمش طرحه مرتضى بن والناس كيف كيف ما تمش الحديث على مرتضى بن والناس في الندوه الصحفيه اعتبارا الى الملاعبيه اللي عيط لهم انا في تقديري معناتها القائمه لاول مره أنا تقريبا وإلا من المرات القليلة التي يتم فيها إعداد قائمة اعتبارا الاحتراق والجدارة والأهلية بالانتماء للمنتخب الوطني مدافع أيمن مدافع أيمن وحيد في الليست أحمد على اعتبار أنه حمزة المفلوسي يلعب أكسيال وعنده مدة في الزمالك هو قيس اليعقوبي قال لك فما حلول أخرى فما ملاعبية أخرين ينجموا يلعبوا على الجهة اليمين المهم هو قيس اليعقوبي بالنسبة لي بالنسبة للمباراتين القادمين اللي جايين للمنتخب الوطني قال لك انا راهو الملاعبيه اخر واحد يوصل لي ال 11 ما نجمش انا نحضر الملاعبيه على المستوى التكتيكي والا باش نأهلهم فنيا ولا كل شيء قال لك الحاجه الوحيده انا نجم نعملها مع الملاعبيه هو نأهلهم ونحضرهم نفسانيا ونوفر لهم الظروف المناسبه خاصه في وسط الجروب وفي وسط الفيستيار باش كل واحد ينجم يعطي له ماكسيموم من عنده قال لك اكثر من هكا انا ما نجمش في 3 ايام نعمل تكتيك ونغير اسلوب المنتخب ونعمل تكتيك جديد وكل شيء. سي علي خلينا نكمل معاه نعطيك سي علي الكعبي منذ قليل اثار نقطه غياب الاجنحه خاصه في الخط الامامي تقريبا الاغلبيه يلعبوا كقلب هجوم. إيه صحيح ما هو بالنسبة لقيس اليعقوبي قالك أنا خاصة ركزت في الجانب الهجومي على عنصر السرعة فما ملاعبية معناتها دي بيركيتور يجري ويفيكسيو وقوي في البالوبي وحكي عليهم لساني كل قالك هذه ملاعبية هما قادرين أنهم يعطيوا الإضافة للمنتخب الوطني التونسي ومعناتها يوفروا حلول خاصة في ظل الصعوبات اللي يلقاها المنتخب الوطني على المستوى الهجومي وحكي حتى اللاعب المستوري قالك الملاعب هذا حبيت فيه معناتها ملاعبي بدا من دقاش ولا ما نعرف شنو بعد مشى للنجف بعد رسمي قال لك ملاعبي كيفاش كابد وجاهد باش وصل معناتها للمستوى هذاك ينجم يعطينا معناتها يكون حل من الحلول الهجوميه في المنتخب. باهي خلينا نعمل دوره على الاولاد احمد نستسمحك تبقى معنا مروان حبيت تتفاعل مع احمد اول حاجه هل اقنعك كلام التبريرات نتاع قيس اليعقوبي ولا عندك حاجه تحب تسال عليها احمد؟ لا الحقيقه ما فما تريت اقنعني على حسب الروندمون اللي قال على الملاعبين اللي كانوا ماهمش موجودين وهو كلامه صحيح حتى حد لي يشك في هذا احنا جوست بركه باش للراي العام معناتها رانا مانيش اليوم نقولوا على معز بن شريفيه ما يستحقش اليوم معناتها مانيش هذا احنا نحكيوا على سامي هلال ممكن ما حكينا وخيانا معنا قالك عنده عامين وهو معناتها قاعد يعطي في رونتمون ممكن راه حتى مش معز ايمن دحمان الحقيقه من بعد عاودته بثلاثه مقابلات نحكيوش على معز نحكيو ما بين ايمن دحمان وسامي هلال شوف سامي هلال احق من دحمان ايمن دحمان معناتها معز بن شريفيه راه يستحق المنتخب رايك محمد اسمعك انت حاجة بركة معناها سورتو نرجع الموضوع لغيث الزعلوني اللي يقول معناها فما جوارات أخرين نجموا يلعبوا بار وجدي كشريد الحقيقة في الليستة اللي رينا ما نتصورش فما واحد في الوسط ولا نجم يلعب الدروا المجال مفتوح قدامك أحمد كانت حاب تعلق على حاجة ولا حاجة ما وحاجة أخرى إسلام اللي قال معناها استحقاقات هيثم جويني استحقاق شنو على شنو أنا روندمون أنا بونتويت أنا وفي الشامبيونات حب ولا تكره متوسطة صحيح سي علي
بالنسبة للحراس أنا نقول بصراحة سامي هلال ما غير نقاش مفروض يكون في الثلاثة الموجودين أبار مميش بزوز الخريم بلاست بن شريفية ولا دحمان كما قال مروان. سامحني كي تقول الأرقام الأرقام تمشي مع سامي هلال وتعمل عكس الأرقام تولي الأمور مش واضحة. ما جاوبنيش بلاست دحمان ولا بن شريفية؟ لا لا بلاست الأكثرية بالنسبة لي أنا الأكثرية بن شريفية. بن شريفية الحقيقة خاطر بن شريفية لعب كان خمسة ماتش واترة شوارعات خليه يجاوبك. لا لا خلنا نعطيه مثلا من بين الحاجات اللي ذكرها من المدرب قيس اليعقوبي معناته اللي تميزين بن شريفية على سامي هلال هو قالك ملاعبي معز يلعب خير برشا بثقيه. معناتها كي حسست انت تو معز هو بريمير جارديان باش يلعب خليه يا احمد سي بون وصلت معناتها تو كي تحكي لي تقول معز يعرف يلعب بثقيه من الشوطه يا اخي يعرف يلعب بثقيه لا يعرف سامحني تخلص ما نقول يلعبوا بيفو لا سامحني سامحني يا اخي سامي هلال عنده ساقي صار تقتل يلعب بون بارك الله عليه يلعب يديه بارك ما يلعبش بثقيه لا سامحني مش مقتنع انا مش مقتنع مش مشكله كل واحد ورايه بالنسبه لي انا قال كلمه ما عجبتنيش انا قال نحضر ذهنيا وتكتيكين ما عنديش وقت كيفاش ما تكتيكين ما تحضرش ما انا من شلون بلان دو ماتش نتاعك ما تحضرش تكتيكين ديسيون دونترينمون ينجم يحضر فيهم تكتيكين لا سامحني مش حضر فيهم فما المينيمو تحضر المينيموم تقولش انا ما صعيب باش نحضر سفري هو الوقت ضيق خويا سلام لكن تنجم تي كومبونسا بالفيزيوناج بالفيزيوناج فهمتي ولا بالتوقيف تكتيكمون فهمتني فماش تنجم تعمل زيكزرسيس من فيهم برشا ايفور توقف جمعيتك وتحركها تمانيكيل في الترانزيسيون في الفاز ديفونسيف فاز اوفونسيف حتى لهنا قاعدين تنجم توقف جمعية فرغ البلاتو هذينا وتحضر جمعيتك بيه. هذا ما شك ولا اختلاف حتى مع التعليقات يقول لنا مصطفى الوسليدي ديما تحكيوا على حكايات معناتها خلطوا في الكلمة ماهيش مهمة برشا تحكيوا على تروازيام جارديا مش مهم على في اعتقاد ونحكيوا على التكتيك زادا مش مهم التكتيك هاي تفضل هاي كامل سيادي قال نحكي ذهنيا مهم جدا تاو الكرة العصرية هذا ذهنيا مهم جدا تكتيكيا مهم جدا سورتو لونتريتيان هو السيكل الصغير السيكل الصغير نتاع السيكل صغير برشا نتاع الماتش وايت الور لونتريتيان ترافاي تكتيك برشا تيوري برشا حضور ذهني برشا فريجار فيزيك ولهنا الطبيب نتاعنا والطاقم الفني الطبي ممتاز جدا نتاعنا من عزمة ثم يمكن في افريقيا الور ان شاء الله نكون نقفوا وراء سامحني نكون نقفوا وراء قيس اليعقوبي وراء المنتخب ان شاء الله ربي يوفقهم دو ماتش يوريو مستوى وتكون اداء ونتيجه كامل معك مختار ايه شنو رايك في اللي سمعته ولو كان عندك سؤال لاحمد الصالح السؤال لاحمد الصالح هي علاش على اعصابه ولا ما عطيش هذه هو الحاجه وانا الحقيقه معناها ما نجحش في مهمته في الجامعه هذيك نرجع لهنا اخي من صالح والله ما ورينا تصويره به لندوه صحفيه لا حد شيء هو بيدو على اعصابه صالح كان معينك تمشي قلت السلام من الاول صالح والله ليه ومختار كل سؤال يقولوا ليه ولا ما سالناهوش يقول لي غادر الجامعه من العشرة اذا كان مشي اصلا هو يقول لي صالح يبعث ممثل خليه يجاوبك المشكل يا اسلام الاولاد في البلاتو يطحوا في حاجات مثلا ثانويه ما عندها حتى قيمه في الليسته كل واحد جاب لاعبي من الاقجار ويدافع عليه ويقول علاش موجود في الكيب ناسيونال يا اخويا حاجه تحسب لقيس اليعقوبي ونقول او توفوا ليست فيها برشا جراه برشا شجاعه ليست فيها الاستحقاق فيها الميريت اي فيها الميريت وفيها زاده انه قيس اليعقوبي لم يراعي ضغوط الفرق الكبرى وما استسلمش لك ضغوط الفرق الكبرى وتشوف العدد نتاع اللاعبيه في الفرق الكبرى الموجوده في الليستا قبل تشوف لاعبي من بازا ولا لاعبي من المستير معناتها رارمو ونشوف الاسامي الموجوده نتاع الفرق الكبرى يا قيس الجاز اسمع يا قيس الجاز لا مش قيس الجاز سامحني صالحي والله غلطت فيك اما حاجات لازمنا نكونوا فيهم ايجابيين تحياتي لقيس الجاز راه صديقنا لازم نحطوها فالور لا كلامك صحيح لكن يا استاذ احمد كلامك صحيح ومعقول وشجاعه موجوده في الليست هذه هذا ما شاق فيها حتى يا احمد شوي شوية تاجع شولتي لكن نقول لك حاجة لو مقبل زادة كانت موجودة الشجاعة فوز بالزرتي لا ما كانت موجودة لا موجودة لا مش لا لا سامحني لا في التاريخ نحكي لك على التاريخ نحكي لك على التاريخ لا لا في التاريخ
في التاريخ موجودة في التاريخ مع سعب مجيد شتالي ستوفيق بن عثمان. لا سمعني مع ستوفيق وسي مجيد شتالي ما ثماش للوبيات ولا يحكيوا عن فترة اللي فيها انت سعيد اللي تحكي فيها انت عام 78 فماش جونيت لا لا فما جونيت وقتها فما جون لا يا مروي الفترة اللي فيها صدع لي فما شجاع في الاستيت ولا نعم الفترة اللي فيها انت فيها شجاعة ولا لا كم جيش شجاعة فيها متاع سي مجيد ما كانش لا متاع في عهد وديع وديع بالنسبه للجان بالنسبه للجان مش للجان سينيور سينيور لا سمع ثم ظلم موجود ديما حتى في الليست هذيا ثم ناس توا اخذوا لي سونداج اللي صار توا عندك انت سي اسلام اعطي النتيجه نتاعو اعطي النتيجه ونكمل السيد علي معاك باش تبدا في بالك سي احمد سونداج توا عاطي 20% مش راضيين بار اكزومبل خلينا نعطيو النتيجه كل واحد أعطي نتيجة ما تبدلتش برشا في السونداج 350 تقريبا صوته أكثر نتيجة هي متوسطة 49% ممتازة 21% سيئة 30% متوازنة شوية متوازنة تعرف عليك السلامة تعرف عليك السونداج هذا شنو خاطر يشاركوا فيه المتابعين اللي ينتميوا الفرق الكبرى كما الترجي كما النادي الافريقي كما النجم كما النادي السكان هما اللي يصوتوا خاطر لعبتها مش موجودة خلينا نكونوا على الأقل نقولوا صح قيس اليعقوبي على الليست اللي عملها لعبية عمرك ما كنت تصورها مش يوم اخسر لي يا سيد أحمد يا سيد أحمد خليك يوم معك اسمع يا سيد علي يا سيد علي ايش بيك نقولوا نشكروا كي تولي لديه ونتيجة هاي لازدحمت واضح هاي يعطيك صحة شكرا لك أحمد السالح بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها كان وصل نهاية الحسن تاعنا اليوم 31 دقيقة مالوين كنت تحدي ديباء آخر قاعدت في رقبتي بربي جاني مساج تاو يسلم عليك سي عمرو جبالي قال يسلم لي على سيدي علي تحية لي سي عمرو جبالي شكرا لك مالوين تاش شكرا محمد الحاج علي أيضا سي علي الكعبي ومختار دبو شكرا لكل في الإخراج أجمل تحيات إسلام المدفع